ديال الخدمات راه ما يطبقش عليه قانون التنظيم، غادي يطبق قانون التصفية العمومي. يعني هذه النقطة اللي خاصك تقولي هبة. كاين واحد الجملة في القانون نقولوا لا اقتصاد ولا تنظيف، يعني الفرع كيتبع الأصل، التعاون هي شكون الأصل ديالها؟ وقانون الداخل، يعني ما نعطيه أنا كنبقى هي فرع اللي ما احترمش قانون الداخل. دونك حنا دابا شنو بغينا؟ بغينا نخرجوا من ديك رحمة ندخلوا في غاج اللي كيفهم كيدير اجتهاد كإقامة التعاونيات. كاين اللي كيما كيفهمش عنده جملة المادة 43 كيطبقها ولكن راه مجبر يدير اجتهاد. ولكن من الناحيه القانونيه هذا المتر دو براج ما عندوش حق ايكار من ناحيه القانون. لا كان تاملات اصبر غادي تكون بخير باش تبقاو محافظين على في حاله لا كان هذاك الكوبيراتيف اللي مقاول بدا تقاري شويه القانون، حنا عارفين اصلا قاريش القانون، لا عاود راسل لا راسل المتر دو براج غيتعاود ديك المارشي وقوه القانون ياخذ الصفقه، لان هذا القانون اللي كنهضروا عليه هنا هو عباره عن قانون تنظيمي. شوف على المصطلح كيعني قانون تنظيمي ما كيطبقش على شنو عنده في السطاتي. السطاتي اصلا الاغلبيه منا حنا بغاتنا كشركات راه كنهزو عملنا الانترنت ونحطو اغلبيه نقول لك انت شنو عندك في السطاتي ما عرفاش حنا كاملين بلا ما نهضرو بدون نفاق. هذا قانون فاش كنصيفطو السطاتي لواحد الاداره اللي ولا مجبر حتى شي واحد هو يطردو في راسو ما كيقراش مجبر وما كيقراش بوليسياني صافي وراس مال الشركه 5000 درهم 10000 درهم 100000 درهم. دابا انا بالنسبه لي انا المداخله ديالي اللي بغيت نوصل ليها هي اننا احنا خصنا نمشيو نكتبوا الناس اللي كيشرعوا القوانين، اما احنا نبقاو تابعين هذا سبيطار هذه اداره عموميه هذا دابا راه كنخدموا في المعاد يعني نبقاو حياتنا كامله نتبعوا هنا كنتبعوا الاداره. هي ولكن اسمح لي اخي محمد انا متفق معك، الى مشينا من هذه الناحيه القانونيه من ناحيه التشريعات اول حاجه غادي تطلب وقت. انا راه ما يمكنش المشرع غادي يجي وغادي يبدل لك القانون ما بين ليله وضحاها، انما راه غادي ياخذ وقت وراه عارفين راه كيدوز مجموعه من المراحل باش كيتم المصادقه عليه في النهايه، ولكن حنا بغينا على الاقل نديروا الشهاد ونديروا التنبيه لهاد الادارات الخروقات اللي كتمارسها هاد التعاونيات او المقاول الداخلي. واخا اسمع لي نتكلم، وخير مثال هي بالنسبه للمساله ديال العدد. الى قلنا هذه المساله ديال يعني القانون التنظيمي ديال التعاونات ولا خصو يطبق عليه ما يطبقش عليه القانون ديال الصفقات العموميه، اذا كيف يعقل انك عندك خمسه ديال الناس اولا ماكسيموم سبعه ديال الناس يعني في النظام الداخلي ديالك وغادي تجي تشتغل ليا وانا في واحد المارشي عطيك فيه مثلا على الاقل 10 ديال لي زارجون. اذا عندك انا جوج احتمالات، يا اما هذوك لي فوند ميناج اللي غادي تدخلهم اوتوماتيكمون غادي تدخلهم معاك في النظام الداخلي ديالك وفي نفس الوقت غادي تقاسم معاهم نسبه ديال الارباح، ما غاديش ديركم واحد الاجير عندك غادي تعطيه واحد الثمن معين في نهايه الشهر، انما خصك تقاسم معاه نسبه ديال الارباح. راه الا حطيتي على الاقل شي غير كوسيون الا حطيتي انت من مالك الخاص راه كيولوا كلهم شركاء في هذه المساله هذه، فهمتي؟ اولا كتولي مساله اخرى انك خصك تكون عندك واحد الورقه تصريحيه باش تولي تخدم مع الاغياء، وهذه لحد الان حنا ما عندناش عليها يعني درايه انا كتعطى دابا حاليا. نعم بالنسبه لهذا الموضوع اللي طرحت ليه هو موضوع مزيان، ولكن لحد الان كنقول لكم راه ما كيطبقش في الصفقات العموميه، يعني ان القضيه ديال خمسه ديال الناس ولا سبعه ولا شحال ما كان حيت الشركه التعاون ديال المقاول الذاتي راه عنده الحق يخدم مع الاغيار. الا مشيتي راجعتي القوانين اللي كنت حطيتو ديجا في الجروب كيهضر على واحد ان الشركه هادو اللي قل من عام كياخذوا واحد لاطوريزاسيون كتعطيها وزاره السياحه والثقافه شي حاجه تتكمع كتعطيها لا في اطار قل من عام تاخذها تتكمع واخا واخا الاخوان تيسكم بخير بعد ما دخل واخا تفعل لي غادي نضطر نمشي نعاون الاخ ديالنا في مش المهم النقاش صحي ومزيان وهذا هو اللي المفروض الهدف من التاسيس ديال هذا التنظيم. لماذا؟ اولا اللي وضع التشخيص شنو هي المشاكل؟ المشاكل تفهموها بيناتكم ولكن في نفس الوقت تبعوا ماذا يجري امامكم التطورات. شنو قال القجع منين قدم الميزانيه؟ راه غير راجعوا المرسوم اسكو بوزيتو كورون دونك خصكم تكونوا حاضرين في المراجعه ديال هذا المرسوم. المقاول الذاتي خلق لهم المشاكل كان باغيين ينقصوا ليه بمعنى دخلوا بعض الاحزاب باش مثلا التخفيض ديال الضريبه من جون سي با 80 من 100 ميل واحد الحزب كاع طلب 200 ميل ياك ولكن هو رفض. علاش قال لهم؟ قال لهم هذا المقاول الذاتي اولا نحن دابا بصدد اجرائي بحث على وضعيه المقاول الذاتي والتملص الضريبي الى ذلك،
ولكن اللي أساسي في هذا الشيء كامل هو القجع. يدعو مع شكون القجع؟ راه هو وزير المالية الحقيقي، يدعو إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، المقاولات الصغيرة الصغرى والصغيرة جدا، من أجل تشغيل، لأن المعضلة في البلاد اليوم في المغرب هي العطالة. وشكون اللي كيشغل أكثر؟ هما نتوما. راه التشغيل واليد العاملة، إلا كان عندنا دي شيفر أرقام ديال شحال العدد اللي كتشغلوا اليوم في المغرب، هذا رقم فرابو. وعاد تيطالبوكم تزيدوا أكثر، وأنتم اللي غاديين تزيدوا أكثر. المقاول الذاتي كما الإشارة ديال خمسة سبعة الناس، وهو شريك حتى فسميتو، بمعنى أنه راهم بصدد دراسة ديال المقاول الذاتي، واش صالح نيت هذا المقاول الذاتي ولا ما صالحش. لأن كاين المقاول الذاتي اللي كيوزعوا عليه الشركات الكبار، وكيوزعوا عليه باش يدير بعض الخدمات، ولكن بالنسبة للمقاولات ديالكم هي الأساسية. الحكومة تطالبكم بفتح خلق مناصب شغل جديدة، هي نعم، ولكن خص الحماية ديالنا، وهذا هو الهدف الأسمى من تأسيس هذا التنظيم. أولا تتوضعوا تشخيص ويكون موضوعي باش كتسلموه للجهات المسؤولة. راه لي دو زاكسيون بوسيبل، أولا كنكتبوا للإدارات اللي تتخرق القانون وكذا، كندقوا ناقص الخطر، ولكن في نفس الوقت احنا تابعين مع صناع القرار هما الوزراء المعنيين بما فيه ديك السي جو ام. احنا طلبنا ليها مقابله في البرلمان، مع الاسف جات مع دابا القانون المالي، يمكن باقي ما دارش ليها. علاش؟ لان مشغولين مع القانون المالي، يلا تم المصادقه عليه البارح في البرلمان طبعا، وغيدوز لمجلس المستشارين. ولكن دابا الان هان الوقت لمتابعه الملف ديالكم مع القجع، بمعنى داروا التشخيص شنو هي المطالب ديالكم بالنسبه للمنظوم الجديد اللي غادي يكون. ويقول ان بالحرف الوزير المنتدب المكلف بالميزانيه في وزير القجع، المرسوم الذي يجري الاشتغال عليه وسيوجه بالطبع لدعم المقاولات الصغيره جدا والصغرى في اطار ميثاق الاستثمار بمثابه الحل الحقيقي لمعضله التشغيل. دونك هاد الناس عندهم ازمه التشغيل، شكون اللي غيشغل؟ نتوما ماشي تعاضديات ولا تعاونيه، راك عارف حنا خدامين في واحد الاداره نخلقوا تعاونيه وكنوليو كننافسوا المقاوله اللي مخدمه العشرات ديال الناس. لهذا تبعوا ماذا يجري. دابا الواجهه ديالكم الحقيقيه هو شي تقرير مجد يمشي للقجع بناء على التعديل اللي باغي نتوما في ذاك المرسوم السابق، وهذا مهم جدا. وبالطبع الاستمرار في احتجاج على الادارات اللي كتلوز لاسمك، لان كل ما كتحتجوا كل ما تثيروا انتباه ديالو. وراكم عارفين دابا الوضع كاين، بعدا المديرين والمسؤولين اللي ولاو تيخافوا، الاعتقالات على الجد، 40 برلماني معتقل، رؤساء جامعات في اعتقال متابعات، بمعنى انه منين كنولي نحرك هذا نقص الخطر كنولي كنحمي راسي. بمعنى هادشي كله اللي كديروا دابا راه ايجابي، حتى اللقاء اليوم انتم كتبادلوا فيه المعطيات، ولكن خصكم ديروا واحد خطه الطريق، خطه الطريق تجاه القجع كديريكتور بوجي وحتى وزيره الماليه، كذلك سي جو ام، لان خصها تدافع عليكم. سي جو ام ما عندهاش هذا اسمه التعاونيات ولا التعاضديات، عندها المقاولات، والمقاولات كتبدا من المقاولات الصغيره جدا والصغرى والمتوسطه والكبيره. دونك سي جو ام خصنا نحملوهم المسؤوليه وكنعطيوهم التشخيص ديال الوضع. الارقام خصكم تبداو تهضروا عليها، وراه اكدت عليها شحال ديال الناس مخدمين نتوما في المغرب اليوم، واش 500,000، واش 300,000، واش مليون؟ هذا الرقم هذا راه يثير الانتباه. وكتقولوا ودي حنا مخدمين هاد الناس، ولكن الا استمريتوا بهذا الشيء العجز والافلاس ديال المقاولات وهذوك